بن سهول العتيبي يقدم لنا رسالة مع المركز الثاني واللحظات الأخيرة، ولكن بوعادل يسيطر على المركز الأول، ينطلق مع صدارة هذا الشوط مع أول الأشواط. المملكة من تنطلق مع المركز الأول، رسالة قادمة، تحاول محاولات أخيرة، يا سلام، ولكن المملكة تنطلق مع المركز الأول، رسالة قادمة مع المركز الثاني، ولكن خلاص أمور الشوط مع المملكة، مع عاطف بن عطية بن حسن القرشي. تهانينا والنماس لكم يا أبناء المملكة ويا أبناء ميدان الطائف على هذا الإبداع والتميز. مشكور بن خبزان راشد بن سعيد بن علي المري، المركز الثاني وصلت مع السيارات. بالفعل أبرز الصفقات الرابحة لهذا الشعار المتميز. إذا متابعينا الكرام، من هذه اللحظات أزف التهاني والتبريكات لمالك مدهال حفيظ بن سعيد بن ناجي الغفران المري. تهانينا والنوماس على هذه الإنجازات المتواصلة وعلى حضور هذا الشعار. تهانينا وألف مبروك للمتابع لهذا الشعار عبد الهادي بن راشد بن نشير المري. مشكور باسم الجمهور يا ابو راشد على هذا الانجاز وعلى هذا الاعجاز. تهانينا والف مبروك لمالك مدهال على هذا الفوز. تهانينا لحفيظ بن سعيد بن ناجي الغفراني المري على فوز مدهال بالشوط الرئيسي، المركز الثاني. عجب تحرك يا بن بطحان، يا بن بطحان، يا بن بطحان، يقدم لنا متعبة وكذلك الأسماء. وصل شعار الفرتاج، ولكن ما بين الطير، ما بين متعبة ولا الطير، الطيرة ولا متعبة، معركة آخر الأمتار من أجل هذا الفوز والانتصار. ما بين الطير بن عفصان إلى الإمارات، هذا النوماس إلى عاصمة الميادين، إلى الوثبة يا أخواني، إلى الوثبة يا بن عفصان. هذا الهداف قنص الناموس وجاب صايد وفايد، يا هدف يا بن محمد يا بن عفصان يا المنصوري، المركز الثاني. ينطلقون مع الصدارة وأبناء ميدان وادي الدواسر ينطلقون مع المركز الأول والعصافة الأبطان. فالح بن باني الدوسري، يلا يا بن باني، أفلحت يا بن باني، من انتزع النماس والعصافة الأبطان. سلام، تحية واحترام لكم يا أبناء المملكة، وخاصة لكم يا أهل ميدان وادي الدواسر على هذا الفوز والإبداع، على فوز المتحد والعصافة الأبطان فالح بن باني بن مسفر الدوسري. تهانينا له، ألف مبروك على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار بدون أي منافس وبدون أي منازع. تهانينا وألف مبروك، المركز الثاني وصل غزيلان. القرشي مع انطلاقة سيادة من تحتل المركز الأول وتسللت من الجانب الآخر، خير وصل هادف بن عفصان المنصوري مع انطلاقة خيرة، ولكن سيادة يا القرشي، سيادة، حرك روح بالنوماس يا ماجد، يا بن مذكر، يا بن مسفر، يا القرشي، سيادة هي البطلة. خيرة تحاول مع المركز الثاني، ولكن أبناء المملكة وبالتحديد أبناء هذا الميدان يتسيدون مع انطلاقة سيادة من خطفت النوماس وهذا الشعار الذي لا يغيب عن المهرجانات. تهانينا يا ماجد، يا بن مذكر، يا بن مسفر، يا القرشي، يا من قدمت لنا. عبد
على اول المراكز مبلش وبقيادة حمد بن جار الله، حمد بن جار الله بن حسين آل فريد، لكن السهلي واصل، لا محال لا مجال. متابعينا الكرام، السهلي على مستوى ثالث المراكز غير بدوره الى ثاني المراكز. حذار يا راعي سياف، حذار يا راعي سياف، انطلق راعي سياف، لكن 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 سياف على اول المراكز بهذا الاداء الكبير. الثاني والتبريكات الى ابناء السيح، الى ابناء السيح من هذه اللحظات. الثاني والتبريكات لمالك سياف حمد بن محمد الدعبه، يقدم لنا سياف بتاريخه بانجازاته المشرفه. الثاني والتبريكات الى ابناء الدعبه، سلام يا ابناء السيح سلام. ثاني المراكز كان وصول. سلام للهدى بدون اي اوامر بدون اي تعليمات. هذه البطلة بشعار خليفة بن سلطان بن خليفة بن رشيد السويدي. هذه والله اللي خلت الشوط شوطين، شوط لها والشوط الاخر وراها. روحت الهدى بنوماسي هذا الشوط بشعار خليفة بن سلطان بن خليفة بن رشيد السويدي. مشكور مشكور يا ابو سلطان على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. تهانينا والنماس من هذه اللحظات لخليفة ابو سلطان لخليفة بن رشيد السويدي على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني كان شعار هاتف بن محمد. البريدي يقدم لنا منبه منبه، ولكن ابناء الطايف ابناء المملكه ابناء المملكه وابناء الشحنيه ابناء الشحنيه. وصل السويكت مع مراد مع مراد، ولكن بنجر الله بنجر الله السويكت السويكت. انطلق فهد بن محمد السويكت الهادري مع مراد 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 او مراد. الله يا الامتار الاخيره. انطلق 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 السويكت. مشكور يا بن دعيكان، مشكور يا علي يا بن حسين يا بن دعيكان. السلام الى ابناء ميدان الملك فهد بن نعيري. المركز الثاني حمد بن جلال بن علي بن حسين البريدي مع منبه. المركز الثالث المسك على البداية، انطلاقة فالح بن بانية بن مسهر الدوسرية. أتعاب هي الواصلة، ولكن المسك المسك من تنطلق بهذا الأداء والعرض الممتاز على البداية وعلى الانطلاق الأول. تسلم يمينك يا بن بانية من قدم هذه البطلة. سابق ركز عليه المصور والمذيع، والاخترت حذف من يمينها وشمالها في السبوك. انا اشهد ان الهقاوي مضيع والصدارة كان مالله خلق اللالها. تسلم يمينك يا راعي المسك. اوامر بدون تعليمات. هذا الشعار هذا الشعار بطل المهرجان بطل المهرجان وبطل وبطل سيف النقاط المتصدر حمد بن جار الله بن علي بن حسين البريدي. البريدي اعلن لهم اشارة الباي باي. السلام مع المركز الاول ومع المركز الثاني بدون اي اوامر بدون اي تعليمات. والعصا في البطن. ومشكور مشكور يا جر الله يا بن علي، مشكور على هذا الاداء المميز والجميل. تهانينا والنماس لحمد بن جر الله البريدي مع المركز الاول ومع المركز الثاني. المركز الثاني انا اشهد ان منطر بغنى وغنيت انا اليوم ترباني رجل الوطن ما دخر غنى منا منا ان العمر فاني. يا ما كتبنا ولحنا في الدار عذبتنا
يحب